هيا بنا إلى السينما، أو بلهجة عدنية يلا نروح السينما، عبارة لسنوات طويلة لم نسمعها، لكنها عادت وهذه المرة بخصوصية محلية فاجأت الجميع. أن تعود العروض السينمائية بفيلم محلي لهي عودة لم يتوقعها أهالي المدينة الذين افتقدوا هذه الطقوس التقليدية منذ سنوات. ها هم يخرجون من مشاهدة الفيلم الذي تدور أحداثه في أجواء الحرب وتداعياتها بانطباعات جيدة بدت عليها مشاعر التأثر والتفاؤل بعودة لكافة مظاهر الحياة المدنية. الفيلم اليوم بيعطينا أمل كبير إنه رغم الدمار، رغم الحرب، رغم كسر النفوس، لكن الحب سينتصر. طبعاً أنت عارف إن السينما تقريباً ماتت داخل عدن كعرض، ما بالك إنك أنت تسمع الآن فيلم سينمائي ويكون أول سينمائي داخل عدن، فكان زي ما تقول مسؤولية كبيرة. صناع فيلم عشرة أيام قبل الزفة والذين كانوا قد أعلنوا عن هذه المغامرة قبل أسابيع تفاجؤوا بنفاذ التذاكر من شباك المبيعات، ما يشي باستمرار العروض ويؤكد نجاح التجربة الأولى جماهيرياً. الأعداد تضاعف بشكل كبير، يبدو أنه الدعاية الجيدة وأيضاً خروج الناس من الفيلم راضين عنه، الريفيوز اللي موجودة على الفيسبوك من الناس الحاضرين سواء كانوا مثقفين صحفيين أو حتى الشباب والعائلات والناس البسيطة اللي فوجئت جداً بآرائهم الإيجابية، فوجئت جداً بتفاعلهم، فوجئت بالضحك، ما توقعتش أن الفيلم كان يعني يكون بهذه الدرجة من الكوميديا، يعني كانت لها تواجد كبير، وفوجئت بالناس اللي بتبكي، يعني صراحة مشاعر مختلطة وغريبة، الناس بتخرج من الصالة بتبكي رغم أنه يعني في فرح. يعني هي تجربة أولى لاقت ترحيبا واسعا وأضاءت ظلمة الأوضاع الراهنة، ويؤمل أن تكون حافزا لتحويلها إلى صناعة متكاملة بمتطلبات تحتاج إلى عمل مؤسسي لتأهيل جيل أعلن عن استعداده وبكل جدارة لكتابة تاريخ فني جديد. الإقبال الجماهيري وقع نجاح هذه التجربة السينمائية الأولى، فهل ستصير السينما صناعة في بلد هو أحوج إلى صناعة الحياة من صناعة الموت؟ آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.